مدينة آفلو او بلدية آفلو اصبحت منطقة فلاحية بامتياز وهذا بوجود اكثر من 1910 هكتار مسقي منها 250 مخصص للبطاطا 120 مخصص للبصل الجاف 40 هكتار للطماطم واكثر كذلك من 30 هكتار مخصصه لماده الفاصوليا او اللوبيا التي اصبحت ذات جوده عاليه في مدينه افلو وهذه الماده حتى الفلاحين يعني يهتموا بها بكثره لانهم يجنوها اكثر من مرتين او ثلاثه واصبحوا يمولوا الولايات المجاوره وهي يعني في الحقيقه من نوعيه يعني جيده راه كاين انواع في ماده اللوبيا لي كاين لي كاليتي كاين الكحله هذه يسموها الرويال نيلسون كاين العاديه هذه تجي لا شويه تختلف في اللون وفي النوعيه وفي في الماكله وخاصه وكاين هنايا راهم يقصدوها كاين النوعيات هذو حتى هنا في الجهه تاع الوطن كل جهه يبقوا نوعيه كما اللوبيا هذه تشوف هذه الجوده بهذه السلعه تخرج منها 300 قنطار 400 قنطار في النهار والتجار يجونا من كل الولايات كاين من وهران من بشار من تمرست ويجونا من واد سوف يجونا من بويره من من البوليده من المديه من كل الولايات وهذا الفلاحه راهم ساهمين هنا في تشغيل الشباب في الولايه في الولايه المنتدبه لافلو كما راكم تشوفوا راهي 40 عام 50 عامل كل فلاح يوميا هذه يوميا لمده ثلاثة أشهر بدون انقطاع